سجلت شركة ميتا بلاتفورمز نتائج أعمال أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، لكن سهمها انخفض مع إعلانها أهدافا مالية دون توقعات السوق. وارتفع صافي ربح الشركة ارتفاعا كبيرا إلى 12 مليارا و400 مليون دولار مقابل 5 مليارات و700 مليون دولار مسجلة في نفس الفترة قبل عام، فيما بلغت الإيرادات 36 مليارا و460 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 27% على أساس سنوي، وهي أعلى وتيرة نمو فصلية منذ 2021. وذكرت ميتا أن نفقات الرأسمالية للعام الحالي ستتراوح بين 35 مليارا و40 مليار دولار بزيادة من النطاق المتوقع سابقاً.